الله الرحمن الرحيم. الله نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم حبايبي متابعين حوا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال بأمر الله. زي ما أنتم شايفين كده معانا النهاردة وجبة سهلة وبسيطة جدا جدا، ممكن تقولي عليها أول ولاد أولا طلبوها مني عشاء، تمام؟ فأنا قلت نعملها مع بعض عشاء سهل وسريع، وجبة جوع كده آخر الليل، تمام؟ أي نعم جوع، يعني أكلة دسمة شوية، بس ايه اصحاب الدايت يمتنعون، تمام؟ تعالوا بقى نشوفها مع بعض ايه هي. هنعمل مكرونه بالوايت صوص، بس هنعملها بطريقه مختلفه ان شاء الله هتشوفوها. هنشيل مكونات وهنضيف مكونات بدلها، يعني هنستخدمها ببدائل متوفره برضو في كل بيت، ممكن برضو حاجات تعمليها من بواقي الثلاجه. هنعملها ان شاء الله بطريقه جميله جدا جدا، سهله ولذيذه، بعملها والولاد بيعشقوها، فان شاء الله هتعمليها بطريقتي باذن الله، وهتجربيها لأولادك وهتعتمديها إن شاء الله كطبق مكرونة لذيذ وسهل وبسيط. طبعا تعالوا نشوف طبعا أساسيها المكرونة اللي هي القلم. أنا بقى هستعمل المكرونة دي، شايفين أنا عشان كانت عندي المكرونة دي حتى باقي يعني شوية نص أهم، حوالي نص كيلو كده، فأنا قلت إيه هستعملهم وخلاص، مش لازم مكرونة قلم، إحنا بالليل كده متأخر شوية، فمش هنزل حد مخصوص عشان يجيب لي المكرونة القلم اللي هي المكرونة دي. بصوا معرفش بيسموها سوستة أو بيسموها إيه، أهي هي ايه طويله كده زي المكرونه القلم برضو. خلاص دي المكرونه بتاعتنا، اي كميه طبعا انت محتاجاها. معايا هنا طبعا ايه، معايا فلفل الوان، واحده كده حمراء على صفراء على فلفلايه حامي، لو انت مش حابه الحامي ديت هتشيليها، وبصلايه مقطعاها برضو زي تقطيعه الفلفل الالوان. هنعمل بيهم ايه دول دلوقتي؟ تعالوا هنروح على البوتاجاز ونسلق المكرونه بتاعتنا ونشوف ايه دول هيعملهم، وايه هنستخدمه من بواقي الثلاجه تاني بتاعتنا هنضيفه على المكرونه، وكمان الصوص الابيض اللي احنا هنعمله هيكون ايه. يلا بينا مع بعض. تعالوا بقى كده جينا على البوتاجاز، وانا كنت حاطه الصينيه بتاعتي وكنت حاطه فيها معلقتين سمنه اهو، زي ما انتم شايفين انا لسه ايه منزله البصل والفلفل الحامي عليهم، يبقى حطيت معلقتين من السمنه ونزلت البصل والفلفل الحامي الاول. هديهم كده تشويحة خفيفة خالص لغاية لما ايه يفضل بس البصل معايا كده، تمام اهو. وهنا على العين الثانية بصوا انا حاطة مية اهي لسلق المكرونة، خلاص هتغلي، وطبعا حاطة عصرة ليمون كده في المية بتاعتي عشان الحلة بتاعتي ايه ما تسودش من الغلية، تمام. هدي بصل البصل بس كده تشويحة خفيفة لغاية لما تبدأ تفضل خفيف، وارجع اكمل معايا. بصوا كده البصله دبلت معايا وريحه الفلفل طلعت كده عليا الحامي، تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل الفلفل الالوان بتاعي اهو، تمام، وهقلبه برضو لغايه لما يفضل معايا كده زي ايه زي ما دبلت البصلايه، خلاص بالشكل ده. هديهم تقلبتين بس كده، بصوا كده اهم دبلوا زي ما انتم شايفين. هعمل ايه دلوقتي؟ هدي رشه صغيره من الفلفل الاسود اهي، وكمان هدي معلقه برضو صغيره كده من الكزبره الناشفه، تمام، وهقلبهم. بالشكل دوت، وبعد كده هنزل بايه، شايفين شكلهم جميل ازاي ما شاء الله. بعد كده هنزل معايا هنا ايه، معايا دي لحمه مفرومه بس كانت في الفريزر، تمام. طبعا كانت باقيه عندي من صينيه من صينيه المسقعه عملناها قبل كده مع بعض، فدوت اتبقى شلته في الفريزر. عندك فراخ هتمشي، الخلطه كده من غير فراخ او من غير لحمه برضو تمشي، تمام. هننزل بقى بايه باللحمه بتاعتنا ديت اللي احنا معصجينها مع بعض بكل الخلطه اللي بنعملها عليها، طبعا اللحمه بتاعتنا متبله، تمام. هنقلبها بقى كده مع ايه الخضار اللي احنا عاملينه دوت، حاجه جميله جدا جدا وريحتها طالعه خطيره، تمام. هقلبها كده كويس وهسيبها تسخن، طبعا افرفضها بس كده عشان لما كانت مجمده، تمام، واسيبها تسخن ونرجع نكمل بقيه الوصفه. تعالوا بقى نعمل ايه الصوص الابيض بتاعنا. انا حطيت هنا كده معلقتين من السمنه، حابه تحط زيت مفيش مشاكل، وهنزل عليهم بمكعب زبده اهو، تمام كده، علشان يسيح بسرعه كده معايا من قبل، تخليه بس ايه يسيح يعني تماما، يدوب تماما، ما تخليهوش وهو لسه كده مجمد معاكي وتروحي حاطه ايه الدقيق، خلاص. بصوا كده الزبده دابت خلاص اهي معايا، هنزل بايه معايا هنا دول، انا معايراهم خمس معالق من الدقيق، بصوا بالمعلقه دي اهي، تمام، بالمعلقه دي عايرتهم خمس معالق من الدقيق، هنزل بيهم كده اهو اهو على الزبده والسمنه بتاعتي، تمام، وهقلب لغايه لما الدقيق ياخد ايه تحميصه كده خفيفه معايا،
وفي الاثناء ديت برضو انا عامله ايه، بصوا اهو انا حاطه المكرونه بتاعتي خلاص، هي كمان اهي بدات تغلي، نزلت بالمكرونه على طول وحطيت لها حبه من الملح اهو. تمام، انا هخليها ايه يعني، هخليها 3 ارباع سوا، لان انت لما بتنزليها بتبدا تكمل تسويه بتاعتها برضو في ايه، في وهي دافيه يعني كده، وانت حطاها في المصفه برضو بتكمل التسويه، فانا مش عايزاها تبقى معجنه معايا، هطلعها 3 ارباع سوا. خلاص هقلب بس البشاميل، انت تقولي لي مثلا لغايه دلوقتي ايه بقى المختلف وايه المكونات البديله، هقول لك، بس استني عليا واحده واحده ما تستعجليش، هنحمص الدقيق ونرجع نشوف. ده معايا ده الدقيق بتاعي اهو، شايفين بعد ما ايه اخذ التحميصه التمام وشرب كل ايه السمنه والزبده بتاعتنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنطعم الدقيق بتاعنا او الصوص الابيض بتاعنا بايه؟ اولا معايا مكعب من المرقه، تمام اهو، هنزل بيه كله. معايا ايه كمان؟ معايا حبه من البصل الباودر، تمام، قد معلقه كده صغيره من البصل الباودر، وكمان ايه تاني برضو معايا معلقه صغيره من الثوم الباودر، يبقى بصل باودر وثوم باودر ومكعب مرقه اهو، ده ثوم، تمام. بس كمان عشان انا ايه ما حطيتش حبه كافيه من البصل الباودر، هحط كده اهو حبه برضو صغيره تاني اهو، تمام كده، يبقى بصل باودر وثوم باودر ومكعب مرقه، تمام. وهقلبهم كده مع الدقيق بتاعي الاول. بعد ما قلبتهم هحط كمان ايه، هحط معلقه صغيره من الفلفل الاسود اهي، تمام، رشه كده خفيفه ما ترشش كتير، وبرده هقلب الفلفل الاسود بتاعي. وبعد كده هعمل ايه، المفروض بقى ان احنا حطينا 5 معالق من الدقيق، كل معلقه دقيق ليها مع كوبايه كامله من الماده السائله اللي انت هتحطيها، ايا كان اللي احنا هنحطها او المعروفه اساسا اللي هي بتتحط ايه، اللي هي اللبن او الحليب، بس انا النهارده بقى هناخد بديل ليها، هنعملها بايه؟ هنعملها بالشوربه، فاحنا هنحط 5 كوبايات من الشوربه، او زي ما انت عايزه سمكه الصوص بتاعك، احنا بنحبه ايه، لا خفيف قوي ولا تقيل قوي، اللي هو يبقى الوسط. حابه انت كمان هتزودي مفيش مشاكل، حابه برضو تنقصي معالق الدقيق بتاعتك على تبع ما انت عايزين الصوص كتير او قليل في المكرونه، ممكن تعمليها بثلاث معالق بس وثلاث كوبايات 4، يعني اللي يريحك تماما. خلاص فانا هعمل ايه اهو، عندي بصي شوربه دي اهي، دي شوربه بتاعتي، هنزل كده بايه، بالمغرفه بتاعتي مثلا في معيار كوبايه او كوبايه الا حاجه، فانا هحط كده 4 أو 5 مغارف كده اهو، تمام اهو، الثالثه الرابعه، طبعا الشوربه بتاعتي فيها كل التوابل والبهارات كمان تاني اهو، ادي كده 5، تمام كده. وهقلب بقى ايه الدقيق بتاعي كويس جدا عشان ما يكتلش مني، وهوريكم شكله، بس هفصل الموبايل عشان اعرف امسك، وايه على فكره اللي عايم على الوش دوت ده من الفلفل الاسود اللي احنا حطيناه وما قلبناهوش كويس، فهقلبها كويس وارجع لكم. كده الصوص بتاعنا خلص تماما زي ما انتم شايفين، هوريكم دلوقتي، بصوا ما شاء الله، طبعا انا مستنياه بس يغلي، بصوا شايفين السمك بتاعه جميل جدا جدا اهو، طبعا اللي فيه دوت احنا قلنا ده من الفلفل الاسود وكمان من الشوربه، وعلى فكره انا ما حطيتلوش ملح، ليه؟ لان انا حاطه الشوربه بتاعتي كانت مملحه يعني واخده التمليحه بتاعتها، وكمان حطيت للدقيق واحنا بنشتغل زي ما شفتوا مكعب من المرقه، فهنا انا ضقتها لقيتها مش محتاجه اي ملح، تمام كده. لو انت مش هتحطي مكعب المرقه يبقى تدي رشه ملح. خلاص كده بس هخليها ايه تغلي معايا بس كده، تفقفق كده اهو، تبقبق وتغلي حبه، وبعد كده هنرجع ايه نكمل الصينيه بتاعتنا بتاعت المكرونه بالوايت صوص، ونشوف ايه المختلف تاني، لسه معانا برده حاجه مختلفه هنعملها، استنوني. بصوا بقى تعالوا ايه نجمع الصينيه بتاعتنا، هنشوف ايه المختلف تاني زي ما قلت لكم. طبعا الاول المكرونه اهي، بصوا انا زي ما انتم ملاحظين كده ما تشطفش، تمام، زي برضو لما بنعمل البشاميل بالظبط، وانا سايباها زي ما قلت لكم 3 ارباع سوا. خلاص انا جبت معايا المختلف بقى ايه، ان احنا هنعمل ايه، معايا هنا صينيه انا دهنتها كده بفرشه من السمنه او بالزبده اي حاجه زي ما انت عايزه. الاول هعمل ايه، هحط اللحمه بتاعتي ديت والبصل او الفراخ او الخلطه اللي احنا عملناها زي ما قلت لك، انك انت ممكن تحطيها لوحدها من غير، لو انت ما عندكيش بواقي ثلاجه مثلا زي ما كانت عندي وعايزه تحطيها يعني، وعايزه تعملي المكرونه ديت وما عندكيش غير شويه الفلفل الالوان الخضار يعني زي ما بنقول، هتعمليها برده، تمام. فهقلب ايه الخلطه بتاعتي كده في المكرونه كلها الاول،
بصوا انا نقلتها بس كده في طبق عشان هعرف اعمل ايه، اعرف احط الصوص عليها. تمام، بصوا شايفين شكل المكرونه، والله شكلها جميل، تتاكل كده. انا لسه بقول للعيال تتاكل كده لوحدها من غير لا صوص ولا غيره. بصوا كده انا ايه بدات ايه اصب كده الصوص بتاعي اهو زي ما انتم شايفين كده، واقلب كل شويه بصب واقلب لغايه لما ايه المكرونه تاخد الصوص كله. انا عايزه المكرونه ايه تبقى غرقانه كده في الصوص. تمام اهو، انا طبعا رفعتها في طبق تاني عشان اعرف اقلب بس كده، لان المصفى اللي كانت فيها المكرونه اصلا كانت صغيره. تمام شايفين ما شاء الله المكرونه عامله ازاي جميله. هنزل برضو ايه بباقي الصوص، هخلي حبه بس كده انا عايزاهم دلوقتي هقول لكم دي. خلاص كده كفايه. هعمل ايه بقى؟ هنزل بالمصفى، معلش هنزل بالمكرونه بتاعتي في الصينيه زي ما قلت لكم اللي انا حاطه فيها السمنه. هفضي المكرونه بتاعتي كلها. تمام بالشكل ده. يلا كده بصوا، بعد ما خلصت الصينيه وحطيتها، احنا قلنا ان احنا بنعملها بطريقه مختلفه شويه. تمام، فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هما خلاص بيحطوها كده وبيقلبوها على النار، انا طبعا شايلاها مش على النار، احنا على رخامه المطبخ زي ما انتم شايفين. فانا هعمل ايه، خليت حبه من البشاميل اهم زي ما انتم شايفين كده معايا. هعمل ايه دلوقتي؟ هحطهم على وش الصينيه وهدخلها الفرن 10 دقائق. هتشغلي من فوق ومن تحت، لو ما عندكيش من فوق هتشغلي من تحت الاول 10 دقائق ومن فوق 10 دقائق عشان تاخد بس معانا ايه لسوعه جميله كده من فوق وتديني وش كده للبشاميل اللي انا هحطه. فانا هعمل ايه دلوقتي اهو، بصوا هنزل كده، بصي هنزل بالوش بتاعي اهو، شايفه البشاميل اهو اللي احنا عملناه برضه او الصوص. بصوا كده تعالوا نشوف مع بعض الصينيه بتاعتنا بتاعت المكرونه الوايت صوص. طبعا زي ما قلت لكم ان هي مختلفه، ما حدش بيدخلها الفرن، بس انا بعملها بالشكل دوت، بتخلي ايه المكرونه كده تاخد ازيد وازيد من الصوص وتبقى في تناغم كده مع بعضها، وكمان بيديني الوش الجميل ده زي ما حطيته كده بالشكل ده شايفين. لو انت عايزاه ياخد لون اكتر كمان هتسيبيه، بس عشان ما تنشفش وتبقى طريه معانا. تمام، هنقطع بقى دلوقتي ونشوف المكرونه وقلبها وايه والخلطه وكل حاجه عملناها مع بعض. بسم الله، اجيب بس فوطه، امسك ايدي امسك الصينيه عشان سخنه علي. تعالوا بقى بصوا كده نشوف مع بعض، بسم الله نشوف بقى المكرونه بتاعتنا جوسي وجميله ازاي. شايفين ما شاء الله، شايفين طالعه ازاي والسخونه بقى وايه طريه كده طراوه جميله. بصوا خلاص جميله جدا. بصوا كمان المكرونه هنا شايفين عامله ازاي اهي، طريه كلها وقلبها ايه جميل كده وجوسي وخطيره جدا. نجيب بقى الشوكه ونشوف المكرونه بتاعتنا. بصوا بقى تعالوا كده نشوف، بصي شايفه المكرونه ما شاء الله عامله ازاي اهي. بصوا المكرونه طبعا احنا عملناها بمكرونه نوع مكرونه مختلف، انت عايزه تعمليها بالقلم مفيش مشاكل، عشان زي ما قلت لك انا عملتها كانت عشا بالليل وما كانش فيه ايه عندي مكرونه تانية. هدوق بقى كده واقول لكم الطعم اخباره ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله جميله جدا جدا، طريه كده والصوص ايه غرقانه في الصوص زي ما انتم شايفينها اهي، واضح. تمام بصوا يعني المكرونه اهي طبعا واضحه واحده واحده ومش باينه من كتر الصوص اللي فيها. زي ما قلت لك عايزه تكتري بقى، عايزه تقللي في الصوص انت ايه براحتك خالص. تمام، اتمنى ان الوصفه بتاعتنا بتاعت مكرونه الوايت صوص تكون عجبتكم بالطريقه بتاعتنا اللي احنا عملناها وبالبدايل كمان بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين كده جميله جدا. تجربوها بطريقتنا ان شاء الله هتعجبكم. امسك بس الصينيه كده عشان اوريها لكم. تمام اهي، عايزه تعمليها بقى في طاسه كده على البوتاجاز من فوق، مش لازم حته انك انت تدخليها الفرن زي ما انا عملتها، برده ما فيش مشاكل هتمشي الحال. هي غالبا بتتعمل كده بس انا بحب ادخلها الفرن. حبيتي تعمليها بطريقتي ماشي، حبيتي على البوتاجاز من فوق برده يمشي، اي طريقه انت تحبيها وتفضليها هتمشي معاكي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وطبعا اختي وحبيبتي لو وصلت معايا لغايه دلوقتي فضلا وليس امرا لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله واسيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم سلام عليكم.